أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية تحدد هذه الطبقة وحجم هذه الطبقة. تدخل فيها على سبيل المثال ملكية الأرض كمعيار، ملكية الأرض، رأس المال، النسب في تحديد الطبقي، ليس فقط في تحديد الطبقة الوسطى، النسب، الموقع الاجتماعي، المنصب، استقلالية المنصب واستغلال المنصب ومواقع القوة. هذه كلها عوامل تدخل في تحديد الطبقي، تحديد ما هي الطبقة الدنيا الفقيرة الكادحة والطبقة المتوسطة والطبقة الوسطى وطبقة طبقة الأغنياء. بس المفهوم يعني خلينا نقول الأكثر فهما والأكثر استخداما هو الطبقة التي تحدد من خلال معايير اقتصادية. يعني في بعض المفكرين يعطون العامل الاقتصادي عامل رقم 2 أو 3 ويأخذون العلم والثقافة وهاي كمعيار أساسي لتحديد هذه الطبقة الوسطى ولا الطبقة الفقيرة. بما معنى أن الرجل أو المجتمع المثقف القادر على مواجهة التحديات ممكن قد يكون من الطبقة الوسطى من علمه ومن النولج اللي يمتلكها ومن المفاهيم ومن المعرفة ومن الدراية والثقافة التي يمتلكها، ممكن أن يكون يحدد ينتقل بسهولة إلى الدرجة من الفقر إلى الطبقة الوسطى. فبس بشكل عام الطبقة هي الوسطى هي التي تشمل من لديهم حساب ادخار به ما يكفي من الأموال تحميهم من أي أزمة طارئة. هذه الطبقة، يعني الطبقة التي تستطيع أن تدخر جزء من مدخراتها أو من دخلها الشهري أو السنوي. بمعنى الطبقة الوسطى هي الطبقة التي لديها أكثر من دخلها الشهري، وليس المقصود الأفراد الذين يملكون راتبا شهريا عاليا. البعض طبعا أعطى هذه بسرعة مفهوم ومفهوم الطبقة الوسطى، ومثل ما يعني في كثير من المؤلفات لما نأتي لقياس حجم هذه الطبقة تستخدم مثل ما قلت معيار مستوى الدخل والمعيار الآخر الإنفاق، حجم الإنفاق لهذه الطبقة أو لتلك الطبقة أو للطبقات الأخرى. ولكن لو وجدنا أن في الاقتصاد أو في معايير الدخل نرى هناك، يعني لما نشوف الكيرف مال الدخل هناك طبقة تعتمد يكون استهلاكها أكثر من دخلها، وهذه تعتمد على أما القروض أو تعتمد على المنح والمكرمات والمساعدات وما شابه ذلك. بعدين تأتي الطبقة ما بين هذه الطبقة تكون أعلى، تكون قادرة عادة على أما يكون دخلها متساوي إلى الإنفاق أو يكون أقل أكثر من الدخل أو الدخل مالها أو الدخل مالها أكثر من الاستهلاك، تكون قادرة على الادخار جزء من دخلها. وبعدين تأتي الطبقة الثرية التي عادة يكون الادخار مالها أكثر بكثير من الإنفاق مالها. وبعض الكتاب راحوا إلى أو بعض المؤلفات أو الدراسات اللي وضعت على هذه المعايير، معيار الدخل ومعيار الإنفاق ومعيار الثقافة والعلم، ذهب إلى تحديد حجم الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون ما بين 45 إلى 65% كحجمها. ولكن المعلومات لا تتواجد المعلومات كافية للتأكد من حجم هذه الطبقة في دول مجلس التعاون. ما هي أهمية هذه الطبقة وما هي دورها
في العملية التنموية الاقتصادية؟ وهل يعتمد فعلا الاقتصاد، ازدهار الاقتصادي والتقدم الاقتصادي والنهضة الاقتصادية تعتمد على هذه الطبقة، أم الطبقة الثرية التي تمتلك من المال والثراء والذي ذهب بعض في تسميتها بالطبقة النبلاء والأرستقراطيين وما شابه ذلك؟ الكل يتفق على أن أساس النهضة والتقدم في أي مجتمع كان، سواء كان في الدول المتقدمة اقتصاديا والتي سبقتنا في التقدم وسميت بالدول الصناعية، كل هذه الدول وكل يعني أشكال النهضة والتقدم الاقتصادي اعتمد بشكل كبير على هذه الطبقة الوسطى. فكلما اتسعت هذه الطبقة الوسطى، كلما ارتاح متخذ القرار في سهولة تنفيذ السياسات الاقتصادية، فالطبقة الوسطى هي يعني اتفق العلماء سواء كان والمؤرخون والمحللون على سواء علماء مثل ما قلت علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع على أن الطبقة الوسطى لها دورا محوريا في العملية التنموية، وأنها صمام الأمان لتقدم وازدهار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. يعني فكلما كانت هذه الطبقة مستقرة ومطمئنة وفي اتساع وفي توسع، كلما ارتقى المجتمع الى مصاف الى درجات اعلى في التقدم والازدهار، واستطاع ان يتحقق يعني يرتاح المتخذ القرار، يرتاح يعني السلطة التنفيذية دائما ترتاح، تكون في ارتياح لما تشوف هذه الطبقة الوسطى في أمان وفي استقرار وأكثر استقرارا. يعني وكلما هذه الطبقة كانت في عملية اتساع، كلما أصبح المجتمع قادرا على تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتقدم إلى مصاف الدول المتقدمة. وعلى ذلك دائما ينصح الكتاب، ينصح الاقتصاديون أو الاجتماعيون، ينصح متخذ القرار خاصة السياسي، متخذ القرار السياسي بضرورة الاهتمام بهذه الطبقة وحمايتها والعمل على توسعة هذه الطبقة لتشمل أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع. أي بما معنى النظام الاقتصادي الذي يفشل في حماية هذه الطبقة أو يفشل في أن بمعاييره الخاصة وبمؤشراته الخاصة يفشل في زيادة سعة وحجم هذه الطبقة، دائما يكون نظامه الاقتصادي فاشل وغير قادر على يعني بما معنى آخر المؤشر الأهم في قياس مدى نجاح سياسته الاقتصادية هو في معرفة أن ما كان هذه الطبقة زادت اتساعا، زادت عدد أفرادها هذه الطبقة أم لا. هذه المهاش أكبر يعني يذهب الكثير من المحللون لقياس مدى فاعلية السياسة الاقتصادية التي تبعها النظام المعين في مدى استقرار وحجم وزيادة وسعة هذه الطبقة الوسطى. فبما معنى آخر، عندما يفشل النظام الاقتصادي في زيادة حجم هذه الطبقة الوسطى، يكون النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي تبعها هذا النظام سياسات فاشلة ولم تؤدي إلى الازدهار الحقيقي، النمو الفعلي الذي يسمى بالمصطلح التنمية، يعني التنمية المستدامة التي والنمو الفعلي القادر على خلق فرص عمل وقادر على الاستدامة على بفترات طويلة. يعني بما معنى آخر، المعيار الحضاري للأمم لا يقاس بعدد أثريائه، بحجم الأثرياء، إنما يقاس بحجم ونوع طبقته الوسطى الحاضنة لبذور التقدم والنمو. هذه أهمية الطبقة الوسطى. ولذلك
تمركزها الاجتماعي الطبقة الوسطى، وأعني الطبقة الوسطى، تمركزها الاجتماعي الوسطي له مؤشرات كثيرة. لما نقول طبقة وسطى لها مؤشرات كثيرة. لما نقول الطبقة الثرية، عادة خلاص استهلاكها زيادة في دخل الطبقة الثرية. لما نروح ليش ما الطبقة الثرية تكون مفيدة وداعمة للعملية التنموية؟ لأن الطبقة ليش ما تكون أهميتها نفس أهميتها وهي تمتلك رؤوس الأموال؟ المشكلة في الطبقة الثرية أنما الزيادة في الدخل مالها لا يؤدي أي حاجة، لا يؤدي أي نفعا لزيادة الاستهلاك. لو واحد مثلا على سبيل المثال دخل الشهري 1,000,000، لو زاد 2,000,000 ما بيتغير حجم استهلاكه، استهلاكه ثابت. فالعنصر الأساسي لتقدم ولزيادة الإجمالي الناتج المحلي هو الاستهلاك، والعنصر الأكبر في 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 النشاط الاقتصادي وفي جمال الناتج المحلي. النمو الاقتصادي يعتمد على حجم الاستهلاك، يعتمد على حجم الاستهلاك والاستهلاك بعناصرها المختلفة، استهلاك الشركات، استهلاك الحكومة، استهلاك الأفراد. فالطبقة الغنية أي زيادة في دخلها معنى زيادة في دخل الثري الغني، الطبقة الثرية فقط. هذا لا يؤدي إلى زيادة في ثراء المجتمع بشكل عام، ولكن العكس صحيح. عندما يزيد ثراء الطبقة الوسطى تكون قادرة على الادخار وتكون قادرة على الاستهلاك أكثر ودعم العملية التنموية. فتمركزها الاجتماعي الطبقة الوسطى، تمركزها الاجتماعي الوسطي له مؤشرات كثيرة، منها على سبيل المثال مستوى الدخل. كلما كانت هذه الطبقة استقرت معناتها عندها دخل، وهذه الطبقة لما تكون عندها دخل تكون يعني جزء الأكبر منها بيروح للاستهلاك وجزء بيروح للادخار، وهذا الادخار فيما بعد بيتحول إلى استثمار. وهذا هو الدعم الرئيسي للعملية التنموية. كما تتمتع هذه الطبقة بقدرة إجمالية على الادخار ومن ثم الاستثمار وزيادة حركة دوران رأس المال. دوران رأس المال هذه لما تزيد عملية دوران رأس المال مثل عملية دوران الدورة الدموية ممكن تكون سريعة جدا بحكم الانتقال الدينار على سبيل المثال من شخص إلى شخص، وهذه بدل ما تروح إلى الطبقة الثرية ويركن هناك الدينار على سبيل المثال، لكن لما تروح إلى الطبقة الوسطى بتكون عملية دوران الرأس المال لما تكون غالبية، خلينا نقول النسبة الأكبر من الثراء من الثروة في يد الطبقة الوسطى، يكون عملية دوران الرأس مال أكبر من أن تكون غالبية الثروة أو الأموال تكون في يد الطبقة الثرية. هذه بيسرع في عملية دوران رأس المال وهي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية. وهذه الطبقة أيضا تتمتع بمستوى جيد من التعليم والثقافة والمعرفة والمهارات العملية التي تمكنها من شغل الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الوطني في القطاعات المختلفة. الأمر الذي يعني بأن متخذ القرار الاقتصادي يعتمد اعتمادا كليا على أفراد هذه الطبقة كأداة اقتصادية هامة لتنفيذ السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ولذلك بعض الكتاب مثل برادشو وصف هذه الطبقة بالرأسمالية وقال هذه الطبقة هي التي صارعت بسبب علمها، بسبب ثقافتها، بسبب قدرتها المالية، بسبب قدرتها الشرائية. هذه الطبقة هي نفسها التي صارعت طبقة النبلاء وقادة الثروة الفرنسية، حيث نجحت في الإطاحة بالنظام السياسي القديم، وذلك بفضل ما تمتلكه من مال ووعي وعلم وثقافة. إذن هذه الطبقة هي تمتلك أساس التقدم وأساس التغيير في كثير من المجتمعات.
إذن في الاقتصاديات، في الاقتصادات أو في الدول المستقرة اقتصاديا، يتم التعامل مع هذه الطبقة أو مع مكونات هذه الطبقة على أنها خزينة من رأس المال البشري المثقف الواعي الذي ممكن التعامل معه في إحداث تغيير وفي إحداث تطوير وفي إحداث ولذلك دائما في الاقتصاد في ما يهم واضعي السياسة الاقتصادية هو ما يقلقه أكثر، هو هل سيتفاعل المجتمع مع هذه السياسة أم لا. ولذلك الدول التي يتم لا يتفاعل المجتمع مع السياسات الاقتصادية من الصعب تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية، والمجتمع الذي يتفاعل مع السياسات الاقتصادية تكون تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية أسهل. ولذلك عندما يعزف المجتمع ولا يتفاعل مع السياسات الاقتصادية تكون السياسة لا يهل المجتمع لا يهم هذه السياسة، ومن الصعب أن ولا تعكس رغبات هذه المجتمع، ومن الصعب تنفيذ أهداف تلك السياسة الاقتصادية. ولذلك أهم شرط لنجاح أي سياسة اقتصادية هو تفاعل المجتمع، ولذلك يأخذون في عين الاعتبار أن الطبقة الوسطى عادة عندما يكون أصحاب القرار أو منفذ السياسة أو متبني السياسة من المجتمع، عندما يتفاعل هذه الطبقة تتفاعل مع السياسات الاقتصادية تكون السياسات عادة أكثر نضوجا وأكثر نجاحا وقادرة على تحقيق الأهداف هاي. ما يميز هذه الطبقة أيضا هي أن حجمها متغير دائما غير مستقر. الطبقة هذه حجمها متغير، ويعتمد نموها وزيادتها وحجمها على النمو الاقتصادي. يعني كلما والنمو الفعلي، أنا ما أتكلم عن نمو وهمي، نمو من على سبيل المثال من ارتفاع ما تصدره الدولة مثلا من نفط أو من نحاس أو من ذهب، لا، النمو الفعلي اللي يكون أثره على كل القطاعات. هذه الطبقة يكون حجمها يكون متغير، ويعتمد نموها على تحسن وتحسن البيئة الاقتصادية والوضع المالي للبلد، وأن حجمها قد يتناقص مع ضعف البيئة الاقتصادية. فكلما ضعفت البيئة الاقتصادية، مثل ما نشاهد الآن، هناك انخفاض أسعار النفط، وهناك تأثر هذا الانخفاض على القطاعات الأخرى بسبب اعتماد الاقتصاد على هذا المورد الوحيد، فتأثرت كل القطاعات الاقتصادية والتي تتأثر بشكل مباشر، وهذه الطبقة الوسطى التي كثير منها سوف ينحدر إلى الطبقة الدنيا الأسفل وطبقة الفقيرة، وبعضها القليل سوف يرتفع إلى الطبقة الثرية ليس بسبب نجاح السياسة، وإنما بسبب. ولذلك يقول لك أهم الأفضل أن يكون اتساع هذه الطبقة من الأسفل إلى الأعلى، أن الطبقة الفقيرة تتقلص وتنضم مع هذه الطبقة الوسطى، وليس العكس، وليس من الأعلى إلى الأدنى، وليس انضمام الأثرياء إلى الطبقة الوسطى ومن ثم لأن بعدين سوف ينتقلون إلى الطبقة الفقيرة. فمعنى ذلك أن كلما ازدهر الاقتصاد وتحسن وضعه المالي وتنوعت مشاريعه التنموية ومصادر الدخل وزاد الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية، هذه الطبقة هي التي سوف تستفيد، وهي التي سوف تنمو أكثر وتكون قادرة على استقبال قادمين جدد من الطبقة الأدنى الفقيرة. الطبقة المجتمعية للطبقة الوسطى طبيعة المجتمعية للطبقة الوسطى طبيعة معقدة، يعني فيها طبقة يجب أن تقوم دائما على استقبال قادمين جدد،
وخاصة من الصاعدين إليه. عندما يلتحق مجموعة أو نسبة من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة، معناته هناك انحدار في النمو، معناته هناك فشل في السياسات، معناته هذا يعكس أن الاقتصاد بأجمله بكامل الاقتصاد الكلي في يواجه تحديات ويواجه مشكلة ويواجه عدم ولا يحقق تقدما إلى الإنمام. يعني ذروة التميز والنجاح للطبقة الوسطى مثل ما قلت عندما تكون الحركة المجتمعية فيها من الأسفل إلى الأعلى، هذه الطبقة هذه يعكس النمو الفعلي. إذن الطبقة الوسطى، نستخلص أن الطبقة الوسطى هو الميزان الحقيقي للمجتمع، لأن التسرب بشكل كبير منها سواء إلى الأعلى أو الأسفل يعتبر مشكلة في حد ذاته، فالصعود منها إلى الطبقات الأعلى لفئات محددة عبر الأثراء السريع، يعني لما يكون الثراء سريع في مشكلة معينة لا يعكس نمو فعلي حقيقي، لا يعكس نتيجة لتقدم لنجاح السياسة، قد يكون نتيجة لفساد إداري، قد يكون نتيجة لعدم توزيع الثروة بشكل عادل، لا يكون على معايير اقتصادية، يعني يكون خلل قانوني ونظام اقتصادي مضطرب عادة يكون. إذن الطبقة الفقيرة في المجتمع، الطبقة الفقيرة مجتمع تكون عادة فوائدها الاقتصادية مكلفة بالنسبة للمجتمع. كلما اتسعت الطبقة الفقيرة، احنا قلنا الطبقة الوسطى كلما اتسعت انتفع منها الاقتصاد واصبحت داعم للتنمية الاقتصادية، بينما الطبقة الفقيرة عندما تتسع وتزداد بتكون مكلفة على الاقتصاد نفسها، لان مراعاتها وحمايتها مكلفة لبقية المجتمع. فالطبقة الفقيرة اذا زادت بتكون غير قادرة على شغل الوظائف وغير قادرة على المساهمة في العملية التنموية، وتكون مكلفة للدولة نفسها في رعاية هذه الطبقة الفقيرة، وتكون عادة حتى تتأثر حتى من مستوى التعليم. الطبقة الفقيرة عادة في أغلب الدول في كثير من الدراسات يعني تشخص الطبقة الفقيرة ليس فقط من المعيار أو من المؤشر المالي، حتى من المؤشر التعليم والثقافة تكون غير قادرة على التعامل وعلى التفاعل مع السياسات الاقتصادية. في دول مجلس التعاون، ما هي حجم هذه وما هي التحديات التي تواجه الطبقة الوسطى؟ إذا أخذنا أن الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون هي من يستطيع الادخار، فهناك حتى العمالة الأجنبية قادرة على الادخار، وكثير وأغلب العمالة الأجنبية تدخر أموالها وترسلها إلى برا إلى دولها. بما معنى آخر، إذا أخذنا هذا بالمعيار بالمؤشر وبتحديد هذه الطبقة الوسطى، نستطيع القول أننا نخلق طبقات وسطى نجحت دول مجلس التعاون في خلق طبقة وسطى، ولكن وهذه الطبقة تستطيع أن يعني تتواجد في المنطقة، ولكن بعد فترة تنتقل إلى دولها وتدعم الطبقة الوسطى الموجودة في دولها في دول الأم. يعني على سبيل المثال لما نقول هناك كثير من العمالة الأجنبية البنغالية على سبيل المثال، هذه الطبقة يعني احنا نقول ان هي يفترض ان تكون داعمة للعملية التنموية، ولكن الطبقة الوسطى التي يخلقها الاقتصاد الخليجي مع الأسف تكون لا يستفيد منها كل الاستفادة، بحيث ان تكون مدخراتها تنتقل الى دول اخرى
ويستفيد منها الدول المجتمعات الأم أو الدول الأم التي هاي. ونجحنا في تحويل عوائل كثيرة كانت فقيرة في دولها، حولناها إلى طبقة غنية أو وسطى متوسط الدخل، وقد نجح الاقتصاد الخليجي في تحويلهم إلى أثرياء، ولكن ليس في دول مجلس التعاون، ليس في اقتصادية دول مجلس التعاون، وإنما في دولهم. هذا الخلل هو الأساس الذي يعني اقتصاد الخليجي، اقتصادية دول مجلس التعاون، اقتصاد من أعلى متوسط الدخل في العالم، ولكنه فشل في خلق طبقة وسطى تدعم التنمية الاقتصادية وتدعم التنمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذه أكبر علة وأكبر ضعف في الاقتصاد الخليجي، لأنه فشل في خلق وحماية الطبقة الوسطى، ولكن نجح بالفعل في خلق طبقة وسطى، في تحويل الطبقات الأسر وكثير من الأسر الفقيرة إلى أسر متوسط الدخل، وقد يكون مثل ما قلت إلى أغنياء أثرياء نبلاء في دول أخرى. وهذا لعلنا نستطيع أن نتفاخر بهذه الخصلة وبهذه الميزة، بأنه يوجد لدينا صناعات لإنتاج الطبقات الوسطى في دول أخرى من خلال العمالة التي تعمل هنا، ومن خلال استيراد هذه الطبقات الفقيرة من الدول الفقيرة، ثم نرجعها بمستويات أفضل وبطبقة وسطى. إذن ما هي العوامل التي تحدد وتضمن بقاء هذه الطبقة الوسطى؟ أولا نحتاج إلى استقرار اقتصادي واجتماعي لزيادة نمو الطبقة الوسطى. أعتقد نحتاج إلى استقرار اقتصادي واجتماعي، فنمو هذه الطبقة وتحسن وضعها المعيشي وقدرتها المهنية والعلمية مرهون بوجود استقرار اقتصادي سياسي اجتماعي اللي بسميه. العامل الثاني، نحتاج إلى تبني سياسة اقتصادية فعالة وقادرة على استغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال. استغلال الموارد المتاحة في تنويع القاعدة الإنتاجية، تحويل هذه الموارد المتاحة سواء كانت نفطية أو مالية أو غيرها إلى خلق مصادر أخرى من الدخل، بحيث أن لا يعتمد الاقتصاد على قطاع معين وإنما على قطاعات اقتصادية مختلفة. وما نشاهده الآن هو أكبر دليل على ذلك. ولا نحتاج في استغلال، يعني يفترض أن نعرف الكيفية التي يمكن استخدام هذه الموارد، هذه الموارد متاحة، طالما هي موارد محدودة لها زمنية معينة، إذا نحتاج إلى عقلية مناسبة لاستخدام هذه الموارد وتحويلها إلى نمو مستدام في يصارع أو يستطيع أن يبقى في مختلف الأوضاع الاقتصادية والتحديات الاقتصادية. إذا أهم تحدي تواجه نمو واستقرار هذه الطبقة الداعمة للنمو الاقتصادي هو مثل ما قلنا التنمية الغير متوازنة، وهذه مرت بها كافة دول مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية، حيث لم تحظى فيها التنمية البشرية بجميع عناصرها التعليمية والصحية والثقافية وما بنصيب الأسد. يعني ما كان عملية متوازنة. لما نقول عملية متوازنة، أولا تشمل كل القطاعات، لا تتأثر بقطاع معين، بتذبذب قطاع معين، وتكون الفائدة في كل المجالات سواء كان في التعليم والصحة.
وفي خلق ولما نتكلم عن تنمية البشرية كأساس وكعنصر لتقدم، نتكلم عن خلق العقلية وليس 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 القراءة والكتابة أو التخرج من الجامعة. العقلية والإبداع، القدرة على العقلية، القدرة على الإبداع، القدرة على الابتكار، هذه التنمية البشرية التي نتحدث منها كأساس داعم للنمو الاقتصادي. كان هناك اندفاع قوي جدا في بناء المشاريع الضخمة، يعني أنا متكلم عن تنمية غير متوازنة ما أدت إلى 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 حماية الطبقة الوسطى، إلى زيادة حجم الطبقة الوسطى بسبب هناك التنمية غير المتوازنة. صار هناك اندفاع قوي جدا حول المشاريع الضخمة والكبيرة، هذه لا تخلق تنمية مستدامة ولا تخلق نمو فعلي، ولا وبالعكس تخلق نمو وهمي. هاي ولم يكن يعني في ظل الاندفاع القوي نحو المشاريع الضخمة لم يكن مقابل أو ملازم لها مشاريع بذات الحجم تتعلق ببناء عقل الإنسان وقدرته العلمية والمهنية. لم يكن هناك يعني اهتمينا بالتعليم كأساس، مثل ما واحد يقول أنا بروح أتخرج لأجل التخرج فقط، مو لأجل أنا أبني قدراتي وأستطيع أن أنافس في سوق العمل. أدت هذه التنمية إلى زيادة في عدد الطبقة الثرية وليس الطبقة الوسطى، وأدت في نفس الوقت إلى زيادة الطبقة، هناك طبقة مضللة كنا نعتقد بأنها طبقة وسطى ولكن اتضح أنها طبقة فقيرة، وزيادة في عدد الطبقة ذات الدخل المحدود أو الفقيرة، وكانت زيادة على حساب الطبقة الوسطى التي تتقلص حجمها وتكون حجمها وهمي وليس فعلي، وتنكشف حجمها الحقيقي في ظل وجود أزمة اقتصادية مثل ما نشاهدها حاليا. وقد شاهدنا ربما سقوط الأفراد في براثن اتجاهات الأفكار المتطرفة والعنفية، وتحول كثير من هاي إلى اتجاهات إلى عقائد وأفكار غير اجتماعية، غير اتجاه للعنف وما شابه ذلك والإرهاب وما شابه ذلك. التحدي الآخر الذي يؤثر على حجم هاي هو التضخم وارتفاع الأسعار. كلما صار التضخم كلما تقلصت هذه الطبقة الوسطى. الشيء الآخر تنامي احتياجات الطبقة الوسطى حيث تغير أنماط الحاجة لدى هذه الطبقة. ماذا النمط الاقتصادي الذي اتبعته دول مجلس التعاون، دول نفطية بشكل عام خلال هذه الفترة، خلق مجتمعات استهلاكية بحتة وليس لها وليس لها رؤية اقتصادية، حتى لا تعتقد حتى في أهمية ودور الادخار كأداة تحمي تضمن مستقبلهم. ولذلك هناك يعني طبقة الوسطى صارت بحاجة إلى الحصول على دخل مرتفع نسبيا، كان حاجة حتى تلبي احتياجاتها الاستهلاكية وتكون قادرة على الحصول على سلع استهلاكية كمالية وما شابه ذلك. إذا كان الاتجاه هو كيفية الحصول والوصول للمال ليس للتقدم وليس للادخار ومن ثم تفكر في الاستهلاك في الاستثمار، وإنما كان الهدف والبلوغ والحصول على هذه الأموال لأجل الحصول على سلع كمالية واستهلاكية وما شابه ذلك. هذه فكرة غالبية المجتمعات في دول مجلس التعاون والدول. إذا كانت الطبقة الوسطى في الواقع غير محمية، ما كانت محمية فعلا، سياسات الاقتصاد ما كانت تحمي هذه الطبقة، يعني ما كانت غير محمية بوجود يعني مؤسسات المجتمع المدني، ما كان في مؤسسات تحمي هذه الطبقة، وبالتالي هي أصبحت هذه الطبقة كانت عرضة للتمدد والانكماش حسب إمكانات الدولة الريعية القادرة على ضخ أموال وتوفر إمكانات. يعني حجمها انكماشها وتمددها يعتمد على الوضع الاقتصادي للدولة، هذه خصائص الدول الريعية عادة، يعتمد على خصائص الدولة قدرتها المالية، فكلما كانت الدولة قادرة على ضخ المزيد من الأموال كلما رأينا هذه الطبقة أكثر. تأخرت أنا ولا؟
دخل. أوكي. فكلما كانت هذه الطبقة أكثر استقرارا ومشابه. إذا هناك غياب ثقافة في يعني حتى هذه الطبقة تلام، حتى المجتمعات الخليجية تلام، ليس فقط نلوم السياسة أو متخذ القرار، حتى الطبقة نلومها لأن تغيب عنها فكرة ثقافة الادخار وثقافة يعني الرؤية المستقبلية. أنا بوقف هنا بسبب التأخر، وتأخرت عليكم، وشكرا. نشكر الدكتور جعفر على هذه الندوة القيمة والمليئة بالمعلومات وبالآراء حول توصيف اللي هو الطبقة الوسطى، وهو تطرق للعديد من المفكرين الذين عرفوا الطبقة الوسطى بالشكل الذين يرونه. يعني في مثلا على سبيل المثال يمكن عالم ما ذكره اسمه بول بوكارا، هذا عالم اقتصادي ذكر ان هاي سماها طبقة الرواتب على سبيل المثال. يعني في آراء وايد حول مفهوم الطبقة الوسطى، فما بندخل في النقاشات رغم ان الموضوع طويل، فمنترك المجال لكم للتساؤل والمداخلات، فالباب مفتوح لكم، تفضلوا. نسجل أسامي لسماحة.